كوكبة من الشباب والشابات المتخرجين في محافظة المهرة يرسمون أملا جديدا وسط أوضاع بالغة التعقيد سياسيا واقتصاديا وعسكريا في بلد أنهكته الحروب التي تدخل عامها السابع وانعكست على الحياة، لكنها لم تهزم روح الإصرار والعزيمة لدى هؤلاء. نتمنى لأبنائنا وبناتنا حياة حافلة بالعطاء، ونشكر أولياء الأمور الآباء والأمهات على الدعم والمساندة لأبنائهم حتى توصلوا لهذه المرتبة العلمية، وكذلك نشكر أبنائنا وبناتنا على جهودهم التي تحملوها خلال المسيرة التعليمية. كما لا يسعنا ألا أن نشكر كل من ساهم في دعم أبنائنا وطلابنا. 116 خريجا ومتخرجة من كلية التعليم المفتوح وبتخصصات مختلفة معلنين مرحلة جديدة من حياتهم على أمل أن يكونوا رافدا جديدا للبلاد لانتشالها من أوضاعها المتردية بعدما أعلنت النخب السياسية فشلها. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وكما قال الشاعر الآخر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فهنيئا لكم أن تحتفلوا بهذا اليوم يوم تخرجكم، وهنيئا لآبائكم وأمهاتكم على هذا الصبر منكم إلى أن نلتم هذا اليوم لتتخرجوا فيه وتفيدوا مجتمعاتكم. يوم احتفالي مميز شهدة مدينة الغيضة امتزجت فيها الكثير من المشاعر بين المتخرجين وأهاليهم الذين ارتسمت على وجوههم علامات السعادة لتفوح رائحة الفرح من المكان. وكلمات شكر تنفرد لتعانق أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، متمثلا برائدها وحامل لوائها الأب المعلم الأستاذ محمد علي ياسر حفظه الله ورعاه. فهيا بنا جميعا نحو العمل، وكلنا أملا بالله بكل ما حولنا، لنضيء شموعا تنور دروبنا وتؤدي مخرجات تعليمنا، لننهض بوطننا الحبيب. يحملون شهادات التخرج في أيديهم وقلوبهم يغمرها الطموح والأمل بمستقبل أجمل. فالشباب المتعلم والمؤهل هو أمل خروج البلاد من بوتقة التحديات الكبيرة.